السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة وهنشرح المرة دي موقع فايفر لربح المال. مواقع الفريلانسنج زي فريلانس دوت كوم وابورك 99 ديزاينز او مستقل، دي مواقع بتعتمد في فكرتها او الكونسبت بتاعها على ان العميل بينزل الريكوست بتاعه، الطلب اللي هو الحاجة اللي هو عايز يتمها، عايز يصمم بوستر، عايز يصمم كاد فايل، عايز يصمم انتيريور ديزاين، عايز يترجم ملف، فيبدأ ينزل الديسكريبشن وينزل أمثلة للشغل بتاعته، بينزل السعر اللي هو عايز يدفعه، الرينج السعر والوقت اللي تايم ديليفري اللي من خلاله هيوصل عايز الفريلانسر يوصل الشغل خلاله. ومن ثم الفريلانسرز ييجوا يعلقوا بالاوفرز بتاعتهم، يبقى في ريكوست ثم اوفر. في فايفر العكس، فايفر بيبقى فيه الاوفرز اللي بيقدمها الفريلانسرز والكلاينت بيدخل يتصفح هذه الاوفرز، في منهم اللي بينزل اوفر او اللي هنسميها جيج، هنسميها هنا الجيجز، تمام؟ في موقع فايفر يبقى الجيج او الاوفر هو ده الخدمه اللي انت بتقدمها. موقع فايفر خلي بالكم متشابه جدا لمواقع خمسات، او عشان نكون دقيقين اكتر موقع خمسات هو اللي مشابه ل فايفر. جميل جدا. اذا الجيج او الاوفر اللي بينزله الفريلانسر بتكون عباره عن مثلا هيصمم بوستر او هيصمم انتريور ديزاين او هيصمم او هيعمل ترجم ملف او هيكتب مقاله، فبيقول ان انا هعمل كذا وهيكتب السعر بتاع كل التفاصيل دي، احنا هنعرف ازاي بنعملها خلال الفيديو ده ان شاء الله، بس احنا بنقول دلوقتي الكونسبت في البدايه. بيكتب السعر والمواصفات الشغل بتاعته وخبرته والمبلغ اللي هو هياخده. يجي بعد كده الكلاينت بتاعنا يتصفح كذا حاجة ومن خلالها يبدأ يتواصل مع الفريلانسر اللي هو شايفه انسب واحد. طيب فايفر ايه المميز فيه او اكتر حاجة مشهورة فيه؟ ان بتبقى تكلفته قليلة عكس مثلا اب وورك 99 ديزاينز. 99 ديزاينز بتبقى الارقام فيه ضخمة، توصل 200 دولار 300 دولار مينيمم للريكوست اللي بتبقى عليه. نفس الكلام تقريبا على أبورك. أبورك بيبقى فيه بروفيشنالز اكتر، الناس بتبقى محترفه مستواها اعلى، وبالتالي التكلفه بتكون اكبر. انما فايفر من اسمه بيبقى 5 دولار، هي دي المينيمم 5 دولار. طبعا بقيت بروفيشنال وعايز برضو تفضل على فايفر، الاسعار ممكن تزيد معاك، بتغير السعر بتخليها 200 300 400 دولار براحتك. احنا كده شرحنا الجيجز، خلينا ندخل ونشوف ازاي نكريت كريت نيو جيج. اول حاجه طبعا هتعمل تكريت اكونت، اللينك في الديسكريبشن، هتدوس جوين فايفر وتختار يوزر نيم وتختار باسورد وتدوس جوين عادي خالص، وتكتب الايميل وكل التفاصيل بتاعتك. دي صفحه البروفايل بتاعتك، بيبقى على الشمال البروفايل بيكتشر والستيتس اذا كان اونلاين او اوفلاين، وعلشان يبقى برضو عندك امبريشن يكون عالي للكلاينت بتاعك ان انت بتبقى دايما اونلاين وبترد بسرعة، لان برضو بيبقى مكتوب على البروفايل بتاعك مدة اللي انت بترد فيها، المتوسط الوقت اللي انت بتاخده عشان ترد على الرسائل، فدي طبعا انت بتقدر تحسنها بان انت تنزل الابليكيشن بترد على الرسائل على طول. تمام، دي بتبقى الجيجز بتاعتك. وخليني اقول لكم ان مش ان انت تكسب اكتر بان انت تعمل جيجز اكتر، لا، انت تعمل جيجز ناجحة يكون فيها امبريشن عالي وفيها ريت ريفيو عالي، ده اللي هيخلي الجيج دي دونا عن الباقي حتى لو ما كانش فيه باقي، هو اللي يخليك تكسب اكتر. في ناس كتير جدا بتبقى بتوصل لمبالغ ضخمة فقط من 2 جيجز او 1 جيجز، فاهمين قصدي؟ على كلمة جيجز هتدوس عليها في البار اللي فوق، وتدوس بعد كده على الزرار الاخضر اللي هو نيو جيج. هي دي الصفحة اللي بتجيلك علشان تبدأ نيو جيج. تمام، اول حاجة الاوفر فيو، ثانيا البرايسنج، ثالثا الديسكريبشن، رابعا الريكويرمنت والجاليري، ثم الببلش، مجرد زرار بس هتدوس عليه. اول حاجة الاوفر فيو، انت تعمل ايه؟ ده التايتل بتاعك، I will do something I'm really good at. تمام، بعد كده بتختار الكاتيجوري، انت هترسم حاجة، هتصمم illustration معين، هتصمم جرافيك ديزاين، برينتبل ديزاين زي البوسترات والفلايرات، هتصمم سوشيال ميديا، هتصمم كرتون، هتصمم انيميشن، هتعدل فيديو، هترجم حاجه، هتصمم يو اي يو اكس الابلكيشن لموقع،
هتصمم موقع، هتعمل ايه، ده كله بيبقى ليه كاتيجوري محدد مهم جدا. الكاتيجوري ويرس سيرش تاجز، السيرش تاجز بتبقى 5 ايتمز، 5 مصطلحات. ولنفرض مثلا ان انا هصمم انتريور ديزاين، فبالتالي انا هكتب في التايتلز اركيتكتشر مثلا، تمام، ديزاين روم، انتريور ديزاين طبعا، والبرامج اللي انا بستخدمها وليكن مثلا سينما 4 دي او الفي راي او الاوكتين ريندر اللي برندر بيها الحاجات دي. انت بقى تشوف الكلمات المناسبة او الحاجات اللي الناس ممكن تبحث عنها في البحث. تمام، الكاتيجوري زي ما قلنا انتريو ديزاين، يبقى انت تختار الكاتيجوري، بعد كده انتريو ديزاين، في اكستيريو، في انتريو. طبعا الكاتيجوري بتبقى حاجات مفصلة، ده مميز في ان انت البحث الكلاينت لما بيجي بيبحث بيبقى عايز حاجة معينة. فبعيدا عن التاجز او كلمات الديسكريبشن او التايتل، رقم واحد بيبقى الكاتيجوري، انت محطوط في مكان معين، الموقع فاهم الكلاينت هو عايز يروح فين فبيوديه في المكان ده، انت لازم تبقى موجود هناك، الليك بتاعك لازم يبقى موجود في المنطقة دي. جميل، هتدوس سيف اند كونتينيو. البرايسنج زي ما قلنا 3 باكجز او 1 باكجز اهي موجودة فوق، الزرار ده بتقفله بيخليه 1 باكج او تخليه 3 باكج، ليك ليميتد نمبر للجيجز اللي انت بتكون ثلاثية. تالت خطوة هي الديسكريبشن، هتبدأ بقى تاخد راحتك، هتعمل ايه، هتاخده في قد ايه، عندك خبرة قد ايه، الحاجات دي اشتغلت فيها ولا لا، هتضمن للعميل ايه الملفات اللي هو هياخدها، هياخدها في قد ايه، برضو شوية كلام كده انت بتضيفه. تمام، ال FAQ او ال Ask Questions، انت ممكن تتوقع العميل يسأل سؤال معين، او انت من خلال شغلك الكتير بتلاقي اسئلة كتير دايما متكررة من الكلاينت بتاعك، من خلال الكلاينت بتاعك، فبتبدا تحط اجابه هذا السؤال، فيعني هي معلومه انت بتحطها بس على نهايه سؤال وجواب. رابع حاجه requirements، انت عايز ايه عشان تبدا شغل، عايز ايه من العميل، تمام، فانت بتكتبها في رساله، واحيانا ممكن بتبقى الرساله دي بتخليها اجباري ان هو لازم يرد عليها. بس خليني اقف هنا شويه، ان اغلب الجيجز تقريبا 99% من الاوردرات اللي انت هتجي لك بدايتها بتبقى ان الكلاينت بتاعك بيدخل يكلمك في الشات اللي هو الانبوكس، اللي هو مش الشات بتاع الاوردر او التاسك اللي شغال، فانت بتبدا تكلمه وتشتغلوا على انتوا تديل او تتفقوا على الاوردر بتاعك، السعر هو عايز ايه، تفهم هو عايز ايه، وبيديك ريكويرمنتس، كل حاجه هو عايزها تقريبا بيكتبها في الشات. خلاص اتفقتوا، اما انت بتكريت له اوفر او بيدخل على طول دايركتلي للجيج وبيدوس بليس ان اوردر. تمام، طب في الخطوه بقى هو الكلاينت، يبقى مش محتاج ان هو يكتب لك حاجه في الريكويرمنت لانه اوريدي كده، فممكن يكتب لك في المسج ان انتوا اتفقتوا عليها مسبقا. تمام، الجاليري الخطوه اللي بعد كده، الجاليري بقى في حاجه جميله جدا في فايفر، ان هو بيديك فرصه ان انت ترفع صور او فيديو او ملف PDF. ملف PDF ده ممكن يكون بروشير او فلاير، بروشير كده زي شغلك تعمله بشكل كده برضو برزنتيشن يكون قوي وحلو، بتحط 3 صور، بتكون اول صورة فيهم هي الصورة اللي بتاعت الثامبنيل او التايتل اللي بيظهر في البحث اللي بالنسبة للكلاينت قبل ما بيدوس كليك يعني. جميل، بس خلاص كده، هي الخطوة الستة هي ان انت تدوس دراز زرار بابلش جيج. بيديك كده كاتب ان انت ممكن تزود فرصة انه يجيلك اوردرات من ان انت تنشر الشغل بتاعك على الفيسبوك او لينكد ان او على تويتر. تمام، في الموقع اول ما بتدخل عليه بتلاقي البار ده فوق، فايفر، وجنبيه الداشبورد، مسجز اوردرز، جيجز، اناليتكس، ايرنينج اند كوميونيتي اند مور. تمام، في الكوميونيتي بينزل منها حاجه اسمها ايفنتس، بلوج فورم، كوميونيتي ستاندردز، وبودكاست، يعني شويه تشانلز كده وحاجات كده بينزلوها اصحاب الموقع، ممكن حاجات مثلا كورسات او حاجات تعليميه، بالاضافه ان اوريدي في كورسات هما بيقدموها، ممكن يكون في منها حاجات فور فري وكورسات بتبقى ببلاش. الداشبورد هي اللي بتبقى فيها الصفحه الرئيسيه يعني لشغلك وكده، المسجز اللي هي الشات اللي بتبقى مع الكلاينتس واللي من خلالها برضو بتلاقي الرسائل مع الكلاينتس اللي قبل كده، الاوردرز دي الاوردرات اللي اتشرحت
وأسفل الاوردرات اللي اتطلبت سواء اكتف او كانسلد، وهنشرحها برضو. الجيجز شرحناها، اناليتكس هنشرحها، دي مهمة جدا برضو، هنقول شوية تيبس برضو فيها مهمة. الايرنينجز اللي هي الاموال، كسبت قد ايه في شهر اكتوبر، شهر ديسمبر، شهر يناير، ارباحك قد ايه، اللي خسرته، اللي كسبته من خسرته طبعا من الكانسليشن. الفورم من الحاجات اللي ممكن تقف معاك، فبتروح تبليس كويشن بتاعك، الكويشن بتاعك، السؤال بتاعك، حد هيرد عليه على طول. جميل في فايفر ان انت لو تواصلت معاهم من خلال ايميل او من خلال الفورم بيبقى فيه دايما رد خلال تقريبا 24 ساعة حاجة زي كده، وبيردوا عليك على طول. تمام. المور هنشرح برضو المور دي ايه الحاجات اللي فيها. تمام، خلينا اول نشرح الجيجز بتاعتك، الصفحة البيج بتاعت الجيجز. تمام، بيبقى فيها البار ده البريورتي، النيو اوردر لسه موجود، اوردر لسه بليست. تمام، الاكتيف ده اللي انت شغال فيه، ده اللي انت خلاص قبلته واتكلت على الله ويلا نبدأ الشغل حاليا بقى اكتيف. تمام، التايم ديليفري بتاعه انتهى بس انت ما سلمتوش، هيدخل في الخانة بتاعت الليت. تمام، لا انت سلمته قبل تاريخ التسليم او بعده، فده خلاص كده بيبقى ديليفرد. تمام، ديليفرد وصاحب الشغل ما طلبش ريفيجنز. تمام، لو طلب ريفيجنز بيرجع تاني بيبقى اكتيف او ليت. خلي بالك دي برضو حاجة مهمة، ان انت سلمت الشغل بس العميل عايز ريفيجن، ففي انت في نفس اللحظة بتبقى بتطلب منه اكستنشن ليه، ان هو يكستند لل التايم، ان هو يمد الوقت. طيب الدليفري خلاص العميل توافق عليه، فالاوردر بيبقى ماركت از كومبليتد. لا العميل ما توافقش عليه او انتوا الاتنين اتفقتوا خلاص انتوا هتفركشوا الشغل، ودي حاجة لازم تتجنبها بشكل او باخر على قدر الامكان. الكانسليشن بيبوظ شغلك جامد، بيبوظ الرانك، بلاش كانسليشن، لا قدر الله وحصل بيبقى كانسل. ستارد دي بتبقى جيج معينة انت عايز تحطها كده على مسود، او ان انت عايز تعلم عليها تحطها كده، حاجة مهمة. الحاجة اللي بعد كده الاناليتكس. الاناليتكس فيها داتا كتير احنا مش هنخوض فيها ومش هنشرح فيها كتير، بتعرفك انت بتيجي من اي بلد، شوية كده احصائيات لذيذة بس انت مش مهم تعرفها دلوقتي. اهم حاجة تعرفها دلوقتي في الجيج بتاعك الامبريشنز والكليكس والاوردر. الامبريشنز ان يكون في كلاينت تمام بيبحث عن تصميم لوجو، وانت بتصمم لوجو برضو، بس في حوالي 100 مصمم تاني زيك بيصمموا لوجو، في ناس احسن منك يلا هتظهر الاول. تمام، فانت بالتالي الامبريشنز بتاعتك صعب انها تبقى كبيرة. طيب مع الوقت طبعا مع الوقت الامبريشنز دي بتزيد، ويا سلام بقى لو يكون في اوردرين تلاتة كده الامبريشنز دي بتضرب في السماء. يعني ايه برضو الكلام ده؟ الامبريشنز يعني عدد ظهورك في صفحة البحث. انا ككلاينت عايز اصمم لوجو، دخلت على فايفر واداني حوالي 30، اول 30 ديزاينر بيصمم لوجو، اول 30 يا عم ما عجبنيش ال 30 دول، بدخل في الصفحة اللي بعديها، فبالتالي كده تاني 30 كده في 60 مصمم تقريبا شفتهم، وهكذا يعني حسب الجيجز مش حسب المصمم طبعا. فانت الجيج بتاعتك لو ظهرت في الصفحة اللي بيدور عليها الكلاينت كده بقى امبريشن. تمام، طيب الامبريشن عندك عالي، ده معناه ان الجيجز بتاعتك بتظهر بشكل كبير في عمليات البحث بتاعت الزبون الكلاينت بتاعك. طيب ربنا كرمك والعميل اقتنع بالثامبنال او بالصور اللي محطوطة فيه، لانه ممكن اغير الصور كده برضو من بره عادي، او بالتايتل اللي انت كاتبه، فراح داس على الجيج بتاعتك. دي تاني خطوة اسمها الكليك، عدد الكليكات، كام كلاينت دخل الكليك بتاعك. يعني مثلا نقول في 100 زبون بيدوروا على اللوجو، في منهم 80 دخلوا في الصفحات اللي انت من ضمنها الكيك بتاعتك ظهرت فيها، من خلال ال 80 دول في حوالي كام بقى، نقول 10، نقول 20، نقول 30، نقول 40 اقتنعوا بالكيك بتاعتك. طبعا 40 ده كبير قوي، 40 من 80 ده انت حاجه كده واو، اللي هو 50% من الامبريشنز ناجحه دونا عن بقيه المصممين اللي هم جنبك، اللي هو مثلا 15 او 20 واحد جنبك، انت لوحدك خدت 30 كليك اللي هو ما شاء الله.
تمام. فلنفرض مثلا جات لك 15 كليك او 20 كليك، من خلال 15 او 20 كليك ده الرقم اللي بيتحط لك، بعد كده بيحصل حاجه اسمها كونفرجنز او الاوردرز. الاوردرز او الكونفرجنز ان هو تحويل الكليكس الى اوردر، خلاص دخل وشاف بقى كل الديسكريبشنز اللي انت عامله اللي احنا عاملين نشرح فيه من الصبح ده ويتحط كده، بقى اسمه placed order. طيب في المور اللي احنا قلنا عليه في شوية حاجات كده مهمة عايزين نشرحها، هتاب لك في الموقع حاجة اسمها الباير ريكوست. فاكرين لما قلنا الكونسبت بتاع freelancing.com دول بيبقوا قلنا ان هما بليس الريكوست والفريلانسر بيجوا يقدموا الاوفرز بتاعهم. هو هنا فايفر عامل الكونسبت ده بس على حاجة كده صغيرة خالص، حتى مكتوب هنا تلاقي 9 اوفرز ليفت توداي، هما كانوا مثلا 10 او حاجة زي كده تمام. مكتوب هنا 16 اكتف، فبالتالي خلال فتره معينه بيبقى فيه فقط 16 على الموقع كله، 16 باي ريكويست خلال المجال بتاعك الجرافيك عموما كله، تصميم اللوجو والانتريون ديزاين والانيميشن وتعديل الفيديوهات والكلام ده كله، بتلاقي فقط 16 ريكويست، قليل جدا. في حين موقع زي فريلانس تقريبا كل 5 دقايق بيبقى فيه بينزل ريكويست. ماي كونتاكتس دي صفحه بيبقى فيها الزبائن بتوعك، دي برضو حاجه كده لذيذه ممكن تدخل منها تشوف الكلاينت بتوعك اللي انت اشتغلت معاهم زمان وترجع تنكشهم كده تقول لهم ما تيجي اعمل لك اوفر، ها ما تيجي اعمل لك اوفر، هنزل لك سعر، هعمل لك كذا كذا. وفي اوريدي في كلاينتس هيبقوا شغالين معاك على طول من غير انت ما تقول لهم اوفرز او حاجه، بيجوا كل وقت بيطلبوا منك حاجه معينه. ماي سيلرز دي الناس اللي انت اشتريت منهم لو انت الكلاينت، انت بقى اللي بتشتري. دي رساله بتجي لك: او دير ديليفرنج ا جيج ليت كان ريزلت ان 10% لوور باير اكتيفيتي، بيقلل عمليه الشراء اللي بتتم خلالك بنسبه 10%. تمام، شويه احصاء كده برضو، بس لازم تكون واخد في بالك ان التايمينج عامل مهم جدا 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 في موقع فايفر. وتايم ديليفري بتاعك خلي بالك ده برضو من الريفيوز بتاعتك اللي بتظهر، مش بس انت كام نجمة، لا انت برضو بتسلم الشغل ولا لا، في كانسليشن ولا لا، في بتوصل الشغل بكواليتي عالية، بتوصل الشغل في تايمينج بالظبط ولا لا. كل على فكرة البارامترز دي او العوامل دي بتصب في الريزلتس بتاعت الليفل بتاعك. انت عشان تترقى لي ليفل 1 التايم والكواليتي والكونسنتريشن والحاجات دي كلها هنشرحها برضو في فيديو تاني ان شاء الله ازاي تدخل على ليفل 1، ايه الحاجات الشروط المطلوبه كده. احنا خلصنا موقع فايفر كشرح، اتمنى ان يكون الشرح وافي واستفدتم، ولايك كومنت وسبسكرايب وكومنت لاي موقع انت عايز تشرحه ان شاء الله هرد عليك.